أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى الحلقة الثالثة من برنامج السودان تشرح الأزمة على منصات قناة شرق للأخبار، معي أنا خالد عويس من هنا من بور سودان. مرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة التي تستمر معكم على مدى حلقات عديدة، نسعى فيها لتشريح الأزمة السودانية من نواحيها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع مجموعة من أبرز الأسماء السودانية في مختلف المجالات. في حلقة اليوم نتوقف عند الجيش والسياسة السودانية، عقود من التداخل والصراعات، ونستضيف في هذه الحلقة من القاهرة رئيس حزب التحالف الوطني السوداني اللواء متقاعد كمال إسماعيل، ومن الدوحة أستاذ الدراسات الاستراتيجية والأمنية الدكتور أسامة عيدروس. أهلا بكما وأهلا بمشاهدينا الكرام. منذ استقلاله قبل 68 عاما تشابكت العلاقة في السودان بين الجيش والفضاء السياسي من خلال عمل قوى سياسية على جبهة الجيش واستدعائه لحقل السلطة كرافعة تملك القوة، وكذا من خلال عشرات الانقلابات الناجحة والفاشلة على حد سواء. والمحصلة الجيش يتهم القوى السياسية بجره جرا إلى حلبة الحكم، والقوى السياسية تتهمه بالشره تجاه السلطة. والمحصلة أيضا خلل في معادلات الحكم وعلاقاته ووظائف أجهزة الدولة ومؤسساتها والمؤسسات المدنية. نتابع هذا التقرير. في التاريخ الطويل من الحروب والانقلابات ظل الجيش السوداني الطرف الرئيسي في كثير من الصراعات الدائرة في البلاد. السودان شهد أول انقلاباته العسكرية بعد عامين من استقلاله، وحكم العسكريون أغلب عقوده بعد ذلك بفواصل قصيرة نتجت عن انتفاضات شعبية أطاحت بالحكام العسكريين، آخرها كانت انتفاضة ديسمبر 2018 التي نجحت بالإطاحة بالبشير بعد 5 أشهر من الاحتجاجات. توصل بعدها العسكريون والمدنيون لنظام هجين لم يدم طويلا، ليقرر بعدها قائد الجيش تعطيل الوثيقة الدستورية التي حدث الاتفاق بموجبها، وتدهورت البلاد وسط مناخ من الصراع السياسي المحتدم. وصل إلى مواجهات عسكرية مع قوة نظامية أخرى هي قوات الدعم السريع في أبريل من عام 2023. النقاش حول القطاع العسكري في البلاد وسط هذه الأجواء المستمرة من السيطرة على مقاليد الحكم والحروب الطويلة ظل حبيس الأوساط العسكرية، ولم يصل السودانيون إلى اتفاق بعد حول الجيش المهني الموحد الذي يذكره كثير من السياسيين دون الاتفاق الشامل على طريقة تشكيله ودوره في الحياة السياسية السودانية. معي من القاهرة رئيس حزب التحالف الوطني السوداني اللواء متقاعد كمال إسماعيل، ومن الدوحة أستاذ الدراسات الاستراتيجية والأمنية الدكتور أسامة عيدروس. أهلا بكما، كل عام وأنتما بخير، رمضان كريم، وكل عام وكذلك المشاهدين بألف خير. أبدأ معك دكتور أسامة عيدروس من الدوحة. يعني يجوز القول بأن دولة ما بعد الكولونيالية أو الاستعمار ما بعد الاستعمار خاصة في العالم الثالث تتشابه إلى حد ما في هذا الأمر، تداخل التداخلات والتقاطعات ما بين الجيوش في هذه المناطق في أمريكا الجنوبية في أفريقيا وفي آسيا والسياسة. ما الخلل؟ هل هناك بذرة استعمارية أدت لهذا؟ هل هناك خلل بنيوي في يعني تأسيس هذه الجيوش والوظيفة التي كانت يعني مرجوة من هذه الجيوش في عهد الاستعمار ولم يتغير الأمر، أم أن هناك عوامل أخرى؟ ما رأيك؟ تحياتي خالد، أنا سعيد جدا أن أكون معك اليوم، وتحياتي لسعادة اللواء أيضا، سعيدين أن نكون معه في نفس الحلقة ونتبادل هذا النقاش الموضوع الحيوي والمهم. اليوم يكاد يكون مفتاح الحل في السودان هو حل
الإشكال أو الأزمة أو التعقيد الحاصل في العلاقات المدنية العسكرية في السودان وصراع السلطة المستمر منذ الاستقلال. خالد، لا يمكن أن نعزو الأمر كله إلى الاستعمار. الاستعمار خرج من ديارنا قبل 60 عام وتركنا. صحيح أن الدولة التي أنشئت أنا لا أسمع على قرار دكتور الدولة الاستعمارية أسامة نفسها ووضع. هل هو معنا دكتور أسامة؟ نعم أنا معك. ألو، تفضل 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 دكتور أسامة. تمام، طيب أعود من جديد وأقول لي كل الشرف أن أكون معك، يعني والسعادة أن أكون معك في هذه الحلقة خالد ومع ضيفك الكريم سعادة اللواء كمال في هذا الموضوع الحيوي الذي يكاد يكون مفتاح الحل لأزمة السودان إذا حل تعقيد العلاقات المدنية العسكرية في السودان، فيمكن أن يكون ذلك مفتاح لحل بقية القضايا المعلقة في السودان. لا يمكن لأمة في حاضرنا اليوم أن تتهم الاستعمار بكل شيء. الاستعمار خرج من ديارنا قبل 60 عام، لكن هنالك خلل بنيوي في الدولة السودانية أنها أنشئت إنشاء ولم تتطور تطور طبيعي. الدولة الوطنية الحديثة تطورت في الغرب تطور يعني كان عنيف ودماء سكبت وحروب استمرت، يعني الغرب شن أسوأ الحروب في تاريخ البشرية هي التي شنتها دول الغرب ضد بعضها البعض وضد دول العالم الآخر في استعمارها له. وعندما استقرت على صيغة دولة تحقق مصالحها وتحقق استقرارها واستعمرت هي دول العالم الثالث، جاءت بنفس النموذج ويعني أنزلته قسرا على واقع الدول دول العالم الثالث ومنها السودان. وأنشئ الجيش في عهد الاستعمار وواصل دوره ما بعد الاستعمار، وطبعا الجيش في الدولة الحديثة هو آلة القهر التي تمتلكها السلطة. لكن الإشكال الحقيقي عوامل أخرى، إنه الدولة السودانية بها مشاكل وأزمات وتعقيد مختلف اجتماعي وسياسي واقتصادي. كل البنيات المؤسسة للدولة الحديثة في السودان فيها إشكالات حقيقية، وهذه الإشكالات لم تناقش بالشكل الكافي الذي يضمن حلول تضمن استقرار البلد وتوجهها نحو النهضة. وحقيقة نقاش هذه القضايا تأخر كثيرا نسبة لانشغال الجميع بصراع السلطة منذ الاستقلال، يعني لم يجد الناس فسحة من الوقت وهدوء واستقرار كي يجلسوا جميعا ويشاركوا في نقاش حول قضايا السودان الحقيقية. لم تناقش قضايا السودان في أي منبر حر. كل المنابر التي ناقشت قضايا السودان دائما تكون ما بين سلطة عسكرية قابضة وشمولية في البلد وبعض المجموعات الضغط أو المصالح أو حتى الحركات الكفاح المسلح التي تتفاوض حول حصتها من السلطة أكثر من تفاوضها حول قضايا حقيقية يمكن أن تفضي إلى مساومة تاريخية في السودان تصنح الشأن السياسي والشأن الاقتصادي والاجتماعي وتحل قضايا البلد الحقيقية. الأزمة الحالية والحرب الحالية هي دليل على اختناق وانطلاق الأفق، انسداد الأفق أمام أي براحات يمكن إدارة فيها حوار جادي وحوار حقيقي وحوار منصف لقضايا السودان بين السودانيين جميعهم. يعني كون أن الأمور تصل إلى حالة رفع السلاح، طبعا رفع السلاح بدأ منذ ما قبل الاستقلال بعام واستمر حتى بعد انفصال الجنوب في دارفور وفي أماكن أخرى من البلاد. أن يكون السلاح بديل للحوار هذه أزمة أكبر من العلاقات المدنية العسكرية، وأزمة أكبر من مجرد أن الدولة السودانية هي امتداد
لدولة ما بعد الاستعمار مثلها مثل دول العالم الثالث. طيب، من القاهرة سيد لواء متقاعد كمال إسماعيل، مساء الخير. يعني أيضا السؤال هنا حول طبيعة الجيوش ما بعد الاستعمار، ولا نتحدث هنا عن الجيش السوداني لوحده، وإنما الجيوش على امتداد المنطقة من أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا إلى آسيا، الدول التي كانت تحت الاستعمار. هل تأسست هذه الجيوش في عهد الاستعمار بمفاهيم يعني تعي يعني الوطنية والدور الذي ينبغي القيام به تجاه الوطن، أم لو سمحت يعني الصوت خليه يكون عالي شوي، تأسست بناء على وعي سلطوية سيد كمال؟ يعني كيف تأسست هذه الجيوش؟ هل كان يعني وعيها وطنيا أم سلطويا؟ أنا ما سمعت السؤال لأن الصوت ضعيف شوية، لو سمحت ديني سؤال تاني. نعم، يعني أنا أسأل عن تأسيس الجيوش ما بعد الاستعمار في البلدان التي كانت مستعمرة. يعني هل كانت هناك بذور لخلل لحق بهذه الجيوش ما بعد خروج الاستعمار؟ أين الخلل إن كان هناك خلل؟ شكرا جزيلا، تحية لك ولدكتور عيدروس والمشاهدين والجميع. أول شيء دعني أتكلم في الوضع السوداني والجيش السوداني وتاريخه عبر مسافة صغيرة عشان زمن البرنامج. الجيش السوداني حينما كان السودان مستعمر 1919 طلعت الكلية الحربية السودانية بمظاهرة مسلحة بالطالب بتغرير المصير. وده طبعا في النهاية حسب ليس عمل سياسي، إنما حسب عمل وطني، وأي زول وطني في مجاله بيعمل الحاجات دي. الثانية علي عبد اللطيف عبد الفضيل الماس في أعظم مجموعة بتاعت اللواء الأبيض جمعت كل التنوع السوداني وطالبوا برضو بتغرير المصير، وإن كان المطالبة كانت الاتحاد مع مصر، واختلفوا الناس في أنه ده عمل وطني ما في شك فيه، ولكن برضو في إضافة أنه فيه عمل سياسي لأنه في خلاف في الهدف. هو الدفاع السودان حينما طلب منها تقاتل مع الحلفاء اشترطت اشتراط أنه السودان يمنح تغرير المصير، وتم الاتفاق على هذا. عشان كده الناس ما عارفين تغرير، بيقول لك جاء استغلالنا جسائر، ما جسائر، جاء بناء على التوصية اللي هي والاتفاق اللي تم دي الفترة ما قبل الاستغلال، وبالتالي حسب للقوات المسلحة السودانية أنها يعني في طابع سياسي في الموضوع وفي طابع وطني وكذا. حينما جاء الاستغلال حقيقة يعني أصبح الاستغلال في بلد متنوع متعدد الديانات متعدد الأجناس، مسائل زي دي حقيقة جاء الاستغلال، وجاءت برامج الأحزاب بتاعتنا الوطنية كلها تدعو إلى دين واحد، ثقافة عربية واحدة، ومن ثم انتفض الآخرين لأنه لم يجدوا نفسهم في السودان القطر الكبير، وبدأ التمرد. كل يريد أن يلقى نفسه في السودان، وده خطأ سياسي كبير جدا جدا، لأنه ما كنا جاهزين عشان نحن نعمل برنامج يستوعب كل التنوع الموجود في السودان. حينما قام التمرد أمرت القوات المسلحة بخمد التمرد، والقوات المسلحة وقتها هي جزء من المؤسسة المدنية، جزء من الحكومة المدنية، تعتمر حسب الدستور بأوامر الحكومة المدنية، ودخلت القوات المسلحة في صراع في حرب الجنوب والمسائل دي كلها. فدي كله يوريك أنه يعني كان في خلل تماما. وبعد ده بعض الناس بدأوا يتكلموا عن أنه انقلابات والمسائل وكذا كذا، يعني انقلابات هي مشاركة بين بعض العسكريين
وبين قوة سياسية، ما في شك في الكلام ده. يعني ما في أي انقلاب قام في السودان إلا وكان اللون السياسي فيه الأساس. رفعنا شعار جميل جدا جدا علاقة بالعسكري والمدني. سعادة اللواء كمال، يعني دعني هنا أسأل، يعني السودان يعني وقعت فيه عشرات الانقلابات العسكرية الناجحة والفاشلة. صحيح نجحت انقلابات محدودة ونجحت انقلابات لأيام، لكن فشلت الكثير من الانقلابات. هل كانت كل هذه الانقلابات مرتبطة بقوة سياسية؟ جل هذه الانقلابات مرتبطة بقوة سياسية، هناك انقلابات غير مرتبطة بالقوة السياسية، قاموا بها ضباط وطنيين لاستعادة الديمقراطية في السودان حقيقة يعني. وفي انقلابات قامت بها القوة السياسية ومعروفة ومشهودة ومسائل زي دي. ففي انقلابات قامت بها القوة السياسية، وفي انقلابات قامت جزء منها كبير فشل لاستعادة الديمقراطية. دي حقائق، أنا ضابط في الجيش عارف المسائل زي دي يعني. نحن طيب دعني أذهب إلى الدوحة دكتور أسامة. يعني سأعود إليك سيد كمال، لكن دعني أسأل دكتور أسامة عيدروس. يعني السؤال هنا يبدو وكأنه السؤال الفلسفي حول البيضة والدجاجة، أيهما كان الأول، أيهما سبق الآخر في التجربة السودانية؟ هل استدعت القوى السياسية الجيش، أم أن الجيش يعني كان مهيئا بحكم التكوين، بحكم الوعي الجمعي، بحكم وعي السلطة، كان مهيئا ل يعني السعي نحو السلطة حتى ولو برافعات حزبية أو غير ذلك؟ ما رأيك؟ طبعا يا خالد، نحن إذا خرجنا من قصة أنا والآخر ومن قصة التجريم للآخرين، دعنا نقول أن الكل في السودان كان وطنيا. الكل في السودان كان وطنيا، جيشنا جيش وطني لا شك في ذلك، وله أدوار وطنية معروفة منذ إنشائه وإلى اليوم. وأحزابنا السودانية كلها أحزاب وطنية تضع مصلحة الوطن أمامها وتريد أن تنفذ برنامج هي تظن أنه الأفضل لصالح الوطن، أيا كانت هذه الأحزاب يمينا ويسارا. الإشكال الحقيقي في أنه سهولة استيلاء الجيش على السلطة في السودان، مما يعني أن مؤسسة السلطة مؤسسة هشة جدا، لم تؤسس تأسيس حقيقي في السودان. مؤسسة السلطة مهمة جدا في السودان لوطن مترامي الأطراف. السلطة هي المكان الذي يحدد شكل الهندسة الاجتماعية في السودان منذ الاستقلال وإلى اليوم. يعني كل شيء، قضايا التنمية تحل مركزيا عند السلطة المركزية، قضايا الهوية تحل من قبل السلطة المركزية، قضايا التعليم، القضايا الاجتماعية، حتى الوصول إلى هذه السلطة تحدده السلطة نفسها. يعني كل شيء، المساومات تتم من أجل الوصول إلى السلطة نفسها. فهذه المؤسسة، مؤسسة السلطة، مؤسسة هشة جدا يسهل الاستيلاء عليها من قبل الجيش. حتى المحاولات الفاشلة لم يقم بإفشالها إلا أن الجيش نفسه أفشلها. يعني كل محاولات الانقلابية الفاشلة قام بإفشالها القوات المسلحة السودانية. كل الانقلابات الناجحة أنجحتها دبابة القوات المسلحة السودانية. في يعني حتى اليوم ما زالت هذه الحرب هي تمظهر لإنقلاب عسكري يحاول الاستيلاء على السلطة في السودان. فلا يمكن إنكار هذه الحقيقة. يعني نبتعد من قضايا التجريم، لكن يا دكتور، لا ليست، لا لا لا، يعني هي القصة. نحن في هذا البرنامج نحاول البحث حتى ليس في الحاضر في الراهن، وإنما عن جذور هذه المشكلات، ونحاول أن نطرح الأسئلة، كل الأسئلة
بكل جرأتها بكل سخونتها، عسى ولعل نعثر لديكم يعني يعني صحيح. أنا أقول لك ملخص لكلامي خالد وبكل جرأة، إنه مؤسسة السلطة، إنه مؤسسة السلطة هشة وسهل الحصول عليها، لذلك أصبح مطمح المدنيين والعسكريين اتخاذ الطريق السهل للوصول إلى هذه السلطة، يعني إلى درجة أن تصحو عند صلاة الصبح وتغلق اثنين من الكباري وكبري أمام القصر وكبري أمام الإذاعة والتلفزيون وتصبح رئيس للدولة، يعني ليس أسهل من ذلك، لذلك أصبح طيب دكتور أسامة، يعني دعني هنا أسأل أيضا، دعني أسأل هنا أيضا يعني عن معارف وتكوين الضابط أو الجندي السوداني، يعني خاصة الحمولات، ربما أيضا يعني الفئات الأخرى، لكن الحمولات، حمولات الفراسة، حمولات الأمثولات الشعبية، الثقافة الذكورية، يعني هل هذه المعارف خلقت يعني ما يمكن ملاحظته بأنه تكوين سلطوي ينزع للسلطة هناك قدر من الاستعلاء مثلا تلحظه لدى بعض ضباط وجنود الجيش تجاه المدنيين، أيا كان هؤلاء المدنيين، يعني تتفشى مقولات مثل هؤلاء مدنيون وهؤلاء ملكية، طبعا مع أن الكلمة المصطلح وارد من الخارج، لم تكن هناك ملكية في السودان، استوردت مع ما استورد من ثورة 52 في مصر. لا يمكن يعني إطلاق الكلام بهذا المستوى، خصوصا يعني يا خالد أنا أدرس في الكليات العسكرية، ويعني أرى الاحترام في عيون الضباط، وضباط عظام يعني هم أعلى من درجة الملازم، يعني أنا أدرس مقدمين وعقدة وعمدة ولواءات في الجيش السوداني، درستهم، لم أرى في عيونهم إلا الاحترام والتقدير للعلم الذي أحمله بغض النظر عن أني مدني أو عسكري. فهذه مقولات، يعني صحيح الكلية الحربية السودانية كلية عريقة لها أكثر من 100 عام، يعني هي من كلية مرموقة على مستوى العالم، يفخر السودان بها يعني، ويرسل لها الآخرون طلابهم، يعني عدد الطلاب الذين يأتون للدراسة في السودان لا يمكن أن يكون أن نصفها بأنها وكر تخرج طامحين للسلطة بكل هذه السهولة، وإلا كان الضباط الذين يتخرجون لا بكل تأكيد بكل تأكيد، لكن يا دكتور أسامة أنا أحاول مساءلة كل يعني الجيش والأجهزة الأمنية والقوى السياسية والشخصية السودانية، يعني لا يمكن أن نكون يعني وصلنا إلى هذا الحريق دون أسباب، يعني هنا يعني تتحمل هذه الفئة قسط من المسؤولية، وهنا تتحمل، لهذا دعني أيضا أسأل يعني أشرك سيد كمال في هذا النقاش، يعني أنت ضابط عظيم سابق سيد كمال، يعني هل تعتقد أن المعارف والتكوين للضابط والجندي السوداني بحاجة إلى مراجعة برأيك، أم أن الأمور على ما يرام؟ ألو، لم أسمع السؤال لو سمحت خالد، أخ خالد. كنت أسأل سيد كمال، يعني معارف وتكوين وتنشئة الضابط والجندي السوداني، هل الأمور على ما يرام، أم أن الأمر بحاجة لمراجعات نقدية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية ربما؟ الأمر يحتاج هوجة كاملة لدراسة كاملة، نعرف أسباب الخلل ونشوف أسباب النجاح، لدينا دراسات كبيرة جدا جدا وموجودة، ونتمنى أن تجي حكومة مدنية ديمقراطية ونجلس معها كخبراء ومعاشين عسكريين، نسلمها كل أرانا في كيفية تطوير القوات المسلحة و
وإبعادها من شبه السياسة، وأن القوات المسلحة أساسا هي مؤسسة مؤسسات الدولة المدنية تتبع للدولة المدنية، ليس واجبها أن تحكم السودان، واجبها أن تحمي الأرض والشعب والدستور وتأتمر بأمر المؤسسة المدنية. ده كله موجود ومحتاج لمسائل دي. الخلل الحاصل كله هو خلل هنا وهناك، يعني حتى الناس اللي بتكلموا عن فشل الانقلابات، الانقلابات اللي فشلت كلها كانت انقلابات ضد الأنظمة الدكتاتورية، ما في انقلاب فشل ضد النظام الديمقراطي، بل الانقلاب القام ضد النظام الديمقراطي معروف لكل تسليم وتسلم. فخلونا نتكلم نحن في علاجات كبيرة جدا في مسألة العلاقة بين الجيش والسياسة. نحن في التحالف حينما بدينا كوننا حزب التحالف، كان حزب التحالف عبارة عن عسكريين ومدنيين، وجلسنا نناقش كل الأمور دي، لأن هذه العلاقة محتاجة تماما إلى علاج، محتاجة تماما إلى تفاهم. يعني حتى الناس اللي بيقول لك والله الضابط بيقول للناس إنتوا ملكية إنتوا كده، ما في كلام زي ده، ده كله أوهام. الضابط كلنا نحترم الوزير، نحترم رئيس الوزراء المدني، نحترم رئيس القضاء، نحترم كل المدنيين، ما في يعني أشياء بتخلي الضابط لا يحترم، لأنه أدب الجيش ذاته هو مبني على الاحترام الرتب، وبالتالي مبني على احترام الآخرين، فهذا يعني ديدن الجيش. لكن طبعا بالتأكيد هناك خلل في الممارسات، هناك خلل في أشياء كثيرة جدا، وما دار أمشي في الخلل السياسي تجاه الجيش واللي هو الموجود الآن. يعني الجيش هنا سيد كمال، هنا سيد كمال، يعني إن سمحت لي بالمقاطعة، يعني سأسأل دكتور أسامة بعد قليل عن الأحزاب الأيديولوجية والجيش، لكن دعني أسأل أيضا عن الورش التي تعقد وعقدت سابقا، والمعالجات والرؤى التي تتحدث عن إصلاح أمني وعسكري تحديدا، لكن هذا يتم في ظل غياب مشروع نهضوي كامل واستراتيجي ويعني علمي ومتوافق عليه. هل يعني يمكن إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية دون إصلاح كل مؤسسات الدولة والاتجاه لمشروع جديد ورؤية جديدة؟ يعني أليس في هذا النوع من التفكير أيضا قصور واضح وكبير تجاه المؤسسة العسكرية والأمنية وكيفية إصلاح هذه المؤسسات؟ بالتأكيد الإصلاح لابد أن يشمل الدولة، وبعد إصلاح الدولة كل المؤسسات تحت الدولة، مؤسسات تابعة للدولة يتم إصلاحها، كل يشتغل في مجاله. نحن الآن في صدد أنشأنا حاجة اسمها تضامن بين المعاشين العسكريين والشرطة والأمن، وطلعنا بيان تأسيسي وميثاق ومسائل، وشارعين ما هدفنا نحكم ولا نعمل انقلاب، بالعكس هدفنا نساهم مساهمة للأجيال الجاية في كيفية تأسيس هذه المؤسسات وكيفية بناها بناء كامل بعيد عن أي شوشرة سياسية أو بعيد عن أي انتماء قبلي أو انتقام عنصري وكذا. ده واجب شغالين فيه الآن، وإن شاء الله برضو نحن نأمل تماما أنه تكون في دولة مدنية كاملة ترعى المسائل زي دي، ويكون في إصلاح في كل أطر الدولة، على أساس أنه نبني بعد هذه التجربة المريرة نبني سودان جديد مبني على الاحترام، مبني على المؤسسات، مبني على القوانين واللوائح. طيب دكتور أسامة، في عام 69 اتهم الحزب الشيوعي السوداني وكذلك القوميون العرب بالضلوع وربما الإعداد وتنفيذ انقلاب عسكري قاده آنذاك جعفر نميري ضد السلطة المنتخبة، وبعد 20 عاما كررت ربما كما يتهم البعض الجبهة الإسلامية هذا السيناريو في العام 89، وهذه الأطراف كلها ينظر إليها كأحزاب أيديولوجية يسارا ويمينا. يعني هل من تفسير لولع القوى الأيديولوجية في السودان بالاستعانة أو استدعاء الجيش لحقل السياسة؟ ما تفسير هذا الأمر؟ خالد، هي ليست فقط القوى الأيديولوجية، القوى حتى التقليدية في السودان متهمة أيضا بأنها
استدعت الجيش إلى السياسة، والكثيرون يتحدثون عن أن انقلاب عبود يعني كان هنالك ممانعة لاستلام السلطة لولا أن جاءت تطمينات من القوى التقليدية السودانية بأن يستلم السلطة، وتم تسليم للسلطة له وليس انقلابا بالمعنى. فالكل متهم في هذا الباب. أنا عندي هذا الأمر واضح، يعني السلطة هشة جدا ويمكن الوصول إليها عبر الجيش، فلماذا نخوض الطريق الطويل؟ كل مؤسساتنا المدنية، قوانا المدنية الحية يعني فضلت أن تدير صراعها على السلطة عبر الطريق القصير، يعني سيطرة كاملة على الدولة تتاح لها من خلاله فرصة الهيمنة وفرض برامج الهندسة الاجتماعية على المواطنين. القصة هنا ليست تحديد لوم، القصة هنا إنه حتى الحديث عن قضايا الإصلاح الأمني والعسكري الكثيفة التي يتحدث فيها الناس يتهون بعيدا عن تحديد الأمر المطلوب بالضبط. إذا كان القوات المسلحة فلا، يعني الحديث عن تطوير وتحديث وإصلاح القوات المسلحة نفسها، فليس من سوداني عاقل إلا ويريد أن تكون القوات المسلحة من القوة بحيث تصنف من الجيوش الأولى في القارة، يطمئن الناس على أنها قادرة على حمايتهم داخليا وخارجيا في كل مهام الحماية التي توكل لها. هذه لن يختلف عليها اثنان. الخلاف على أن كل واحد يريد من هذه القوة إما أن تكون منحازة له في الصراع على السلطة، أو أنها لا تكون بيد خصمه حينما هو يدخل صراع السلطة، بمعنى أنه بحث عن القوة مقابل الجيش، مقابل المؤسسة العسكرية والأمنية، البحث عن القوة. في ظني أنه هذا البحث بحث خاطئ وأدى إلى هذه الأزمة الكبيرة في العلاقات المدنية العسكرية في السودان، وجعل مؤسسة السلطة هشة يسهل الصراع عليها. القوى المدنية مصادر قوتها، مصادر قوتها هي الجماهير وليس القوات المسلحة. هذا مصدر دكتور القوة الصلبة للقوى المدنية. دعني أكمل الفكرة، دعني أكمل دكتور هذه الفكرة فقط. تفضل. يعني هذه القوة الصلبة الجماهير هي القوة الصلبة. نعم تمام. الجماهير هي القوة الصلبة للقوى المدنية، ورأينا كيف تصدت الجماهير للدبابات في تركيا وأفشلت انقلاب لجيش مسيطر على الدولة منذ استقلالها، ليس مثل جيشنا، يعني هذا الجيش مسيطر سيطرة تامة على كل أطراف البلد، لكن الجماهير خرجت يعني أمام الدبابات، تصدت للدبابة وأرجعتها إلى سكناتها. قوانا المدنية تتخلى عن هذه القوى الصلبة. الشيء الثاني، القوة نفسها غير القوة الصلبة، هنالك القوة الأخلاقية للقوى المدنية السودانية، وهذه تبدأ من مؤسسية القوى السودانية المدنية بحيث أنها تمارس الديمقراطية داخل مؤسساتها كما تطالب بأن تطبقها في بقية الشعب السوداني. ومن القوى الأخلاقية أيضا أن لا تنظر إلى الآخر باعتبار أن لديك معه صراع صفري على السلطة. يعني أنا أستغرب جدا إنه إذا اجتمع كل أحزاب السودان وبنوا علاقتهم على أن ما بيننا ليس صراعا على السلطة، وإنما هو من أجل الوطن، وأن ما بيننا هو تنافس على السلطة، ويتفقوا على الأسس التي تجعل هذا التنافس تنافسا شريفا بحيث تخلو الساحة والمناخ السياسي السوداني من هيمنة السلاح ومن هيمنة النفوذ ومن هيمنة السلطة نفسها ومن هيمنة المال، ويتفق الجميع على أسس قواعد اللعبة السياسية فيما بينهم، بحيث يتحول الصراع على السلطة إلى فرص متكافئة للجميع للوصول إلى السلطة.
ومن ثم يتحول أيضا الصراع على السلطة إلى تمثيل للجميع داخل هذه السلطة، بحيث لا نجد بعض الناس يريدون أن يحمل السلاح ضد السلطة لأنهم غير ممثلين فيها وقضاياهم غير موجودة فيها. إذا تحققت هذه القوة المعنوية للقوى المدنية السودانية وتحقق لها القوة الصلبة الجماهيرية، ستنتهي تلقائيا ستنتهي قوة الدبابة في السودان، ولا يصبح لها اليد العليا للتدخل في السياسة. سأتوجه بسؤال المعارضة المسلحة إلى السيد كمال إسماعيل من القاهرة، لكن دكتور أسامة، يعني أنا هنا أيضا يعني قبل أن أنتقل للسيد كمال إسماعيل، أود أن أسألك عن ما يقال عن وجود حزبي في الأجهزة العسكرية والأمنية. إلى أي درجة هذا الأمر خطير ويعني يعرقل الوصول إلى ما يعني تتحدث عنه بشكل علمي؟ طيب، إذا أصبحت قواعد اللعبة السياسية واضحة يا خالد، أول شيء أريد أن أقول لك إنه الولاء داخل المؤسسة العسكرية للكل مهما كانوا أيديولوجيين، الولاء داخل المؤسسة العسكرية هو للمؤسسة العسكرية. هذا الأمر لا يعرفه إلا من عايش العسكريين، فستجد ولاءهم الأول للمؤسسة العسكرية وولاءهم أول للهيراركي والتدرج والتسلسل في الرتب، بحيث أن طاعتهم لقائد الجيش هي الطاعة الأولى قبل أي شيء آخر، وهذا ما تم تربيتهم عليه داخل المؤسسة العسكرية منذ الكلية الحربية، منذ أن كانوا طلبة إلى أن تخرجوا وعملوا في الجيش خلال الدورات الموسعة. وحدة القيادة والسيطرة، هذا صمام أمان المؤسسة العسكرية. طيب، الشيء الثاني لا يمكن، لكن يا دكتور اسمح لي، يعني حين تخرج شخصية سياسية يعني حزبية وتتحدث عن أنها سألت وربما حققت مع كبار قيادات الجيش بأي صفة بأي حق حول يعني سقوط نظام البشير، يعني ألا يشكك؟ دعنا لا ننجر يعني يا خالد، هذا فيما دعنا تقول. لا ننجر إلى دعنا لا ننجر إلى ما ينتشر في الإعلام في ظل هذه الظروف الغير تقليدية في السودان. يعني أنا شخصيا أعيش المؤسسة، يعني عايش لي علاقات مباشرة بالمؤسسة العسكرية منذ يعني أكثر من 30 عام، حتى الآن لي علاقات مباشرة، وكنت أستاذا في كلية الدفاع السودانية ولي علاقات معه، أعرف تماما تشكيلة وتركيبة الجندي والضابط السوداني وولاهم للمؤسسة العسكرية. هذا لا يعني أنه، لكن هناك وجود حزبي داخل هذه المؤسسات يا دكتور، صحيح؟ طيب، كيف هذا الوجود الحزبي، كيف نحل هذه المعضلة؟ خالد لا يمكن إنكار ذلك، نعم تحل المعضلة. كيف نحل المعضلة؟ هذا خلل داخل القوات المسلحة. نعم، المسألة سهلة يا خالد، هنالك شيئين. المسألة الأولى يعني تفعيل قانون القوات المسلحة، وهذا تقوم على رقابته الاستخبارات العسكرية السودانية داخل القوات المسلحة نفسها. لكن الحل الحقيقي كما قلت لك، إذا أصبح الوصول للسلطة طريقه واحد عبر التفويض الشعبي المباشر في انتخابات مضمونة الشروط ومرتبة الشروط، أسس قواعد اللعبة فيها لا تتضمن وصاية سلاح أو مال أو سلطة أو نفوذ، هذا ما يجب على القوة السودانية أن تفعله. في هذه الحالة ستتشكل أكبر كتلة مدنية سودانية من اليمين إلى اليسار، يعني هذا هو الطريق الصحيح والطريق الشاق والطريق الذي يبدو مستحيلا لحل هذه الأزمة. لكن يعني الشورت كاتس، الطرق المختصرة باعتبار دعاوي إصلاح الجيش، الضغط على الجيش، تفكيك الجيش، إعادة بناء الجيش، هذه كلها لن تحل المشكلة.
ستبدل تمكين داخل القوات المسلحة بتمكين حزبي آخر، وربما في النهاية ستفسد التقاليد التي بني عليها الجيش لمئة عام، وهذه تقاليد لا تبنى بسهولة ولا تتحقق بسهولة. خبرة ميدانية، خبرة عسكرية، خبرة قتالية متراكمة لمئات يعني عشرات السنين لا يمكن هدمها الآن والبداية من الصفر، ونحن عندنا تجارب موجودة في دول هدمت قواتها المسلحة الآن وتعيش في فوضى كبيرة جدا لا تستطيع العودة منها بسهولة. أسهل لنا من الدخول في الأنفاق المظلمة أن ندخل في الطريق الصعب، وهو أن تجلس قوانا السياسية وتحدد قواعد اللعبة السياسية، ويصبح من السهولة بمكان للكل أن يصل إلى السلطة عبر الوسائل السلمية، حينها نغلق الطريق أمام تدخل الجيش في السياسة. فيما عدا ذلك نحن نحرث في البحر، الطريق الطويل وحده من يضمن وصولنا إلى بر الأمان. طيب أنا أتوجه هنا يعني بسؤالي للسيد كمال إسماعيل في القاهرة، هل تسمعني بوضوح سيد كمال؟ نعم أسمعك بوضوح. نعم سيد كمال، يعني ونحن نقلب دفاتر التاريخ ونحاول أن نتلمس أين الخلل وأين المشكلات في مختلف الأجسام والمؤسسات السودانية بما في ذلك القوى السياسية، يعني في التجربة الطويلة إن كان الجيش يعني تحدثنا عنه فلا بد عن يعني تناول أيضا الطرف الآخر منذ أن ينيتوا مرورا ب يعني الجبهة الوطنية التي تشكلت من حزب الأمة والحزب الاتحادي والإسلاميين ورفعت السلاح بطبيعة الحال، ومرورا بالجيش الشعبي بقيادة جون غرانغ ثم التجمع الوطني الديمقراطي، وأنتم كنتم من ضمن القوى التي ترفع السلاح في وجه الحكومة السودانية آنذاك. يعني ألم تعبد القوى السياسية أيضا برفعها السلاح في وجه النظام أيا كان؟ ألم تعبد الطريق نحو العنف وسيطرة الذهنية والعنفية؟ وألم يكن أجدر حين تتأمل مثلا سيد كمال الآن ما يعني ما يحدث، ألم يكن من الأجدر بكل القوى السياسية السودانية أن تذهب في طريق النضال السلمي بعيدا عن قعقعة السلاح؟ أول حاجة خالد دعني أقول لك أنه والله أنا متفق مع دكتور عيدروس اتفاق كامل، وبفتكر دي آراء مفيدة وممتازة جدا جدا وكده. واحد اثنين، عايز أنبه أنه الكلية الحربية السودانية وكلية القادة والأركان السودانية كانت من أعظم الكليات الموجودة في أفريقيا، نحن درسنا فيه أولا كلية الحربية درست كمية من الطلاب الأفارقة والطلاب العرب، لا بل الجيش السوداني أنشأ كليات وأنشأ جيوش من ضمنها الجيش الكويتي والأمارائي، كل ده محمدة للجيش السوداني. ثانيا حكاية المسألة بتاعت التدخل والمسائل وكده، دي مفروض تحل بطرق كونه يكون في الجيش خلايا كويس من الأحزاب والأحزاب تغذي هذه الخلايا، ده الكلام اللي قالك على دروس ده عدم أخلاق، لأنه هذه المؤسسة مفترض تكون مؤسسة محايدة، مؤسسة تابعة للدولة، والأحزاب تنطلق من سعي الحكم عبر الجماهير، الجيش ذاته جزء من الجماهير، الجيش بجند وين؟ بجند من الجماهير دي، تجنيد الجيش من الجماهير، قوة الاحتياطي من الجماهير، فبالتالي لابد أنه يكون في ميثاق ويتفق عليه. أي حزب يحاول يخش في المؤسسة العسكرية أو الأمنية أو الشرطية ده لابد أنه يحاسب، لأنه وقي إيقاء المؤسسات دي من التدخل السياسي مبني على احتراف الطرف الثاني بها كقوة محايدة، وأنه هو في الديمقراطية يسعى للمسائل
الجماهيرية وكذا. جيش هو جيش معتمد على أساس كبير جدا، والقوة الأمنية أنه مؤسسة، مؤسسة الدولة اللي بتقود القوة السياسية في النهاية عبر الجماهير وليس عبر الانقلابات. نحن حينما شلنا السلاح أخ خالد لم نشيله ضد الجيش، شلناه ضد المؤتمر الوطني حينما وقف زعيمنا الترابي في 1990 في توتي وأعلن أنه هو ما مع الجيش المرتزق، هو مع الجيش الجهادي وحارب القوات المسلحة، خير في الضباط والدول المعاش وعملوا جيوش موازية لها. نحن هاربنا عشان نسترجع الجيش لقومته، هاربنا عشان نسترجع الدولة لأهلها، لكن لم نقف ضد القوات المسلحة. أنا يا سيد كمال، يا سيد كمال، أنا لا أتحدث عن تجربتك السياسية أو تجربة التحالف السوداني فقط. أنا أحاول سيد كمال، أنا أحاول أن أسأل عن كل تاريخ الحديث. يعني أنيانياتو في جنوب السودان حين رفعت السلاح كانت أيضا تتحدث عن مظالم، كذلك الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة جون غارينغ، كذلك الجبهة الوطنية بقيادة حزب الأمة والاتحاد والجبهة الإسلامية، وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك حركات دارفور. الآن يعني هناك طريقان، يعني في نظر البعض هذا الطريق طريق السلاح وطريق النضال السلمي، وإن كانت يعني ربما كلفته أطول ووقته أطول، لكن يعني كان على الأقل ليعصم البلاد من الكثير من الشرور. هل أنت يعني حريص على مثلا إجراء مراجعات بشأن حمل السلاح؟ هل لو عادت بك الأيام كنت لتحمل السلاح مرة أخرى؟ أنا أتفق معك، النضال السلمي أسلم ما في أي شك، لكن هناك دواعي. كويس، النضال السلمي ضد نظام سلمي، النظام جاء في يوليو بتاع الجبهة الإسلامية، ده نظام دموي، نظام إرهابي، نظام قاتل. حتى رئيسه البشير وقف قال شلناه من البندقية، هل ما بشيل البندقية؟ أنا ما بتكلم عن التحالف فقط، التحالف الحركة الشعبية وحتى الأحزاب السياسية جات اقتنعت بأنه لابد أنه الناس دي يواجهون بالسلاح. حتى الاتفاقيات التمت لم تنفذ. ده نظام بيختلف من أي نظام، نظام دموي ونظام عذب الناس بموت الأشباح، وعدم 28 ضابط في ليلة واحدة وفي يوم واحد، وعلي عثمان بيفتخر أنا عدمت 28 ضابط في يوم واحد. ده نظام خارج نطاق الإسلام وخارج نطاق الأخلاق، ده نظام غير أخلاقي، نظام دموي. أنت هتعمل معه شنو؟ السلمية دي نجحت 200 لما النظام اتفكك وحصل له ضغوط تماما، وقاموا شبابنا بسلمية كاملة استولوا سقطوا النظام. ده أنا بقصده في المسألة دي. نعم. طيب دكتور أسامة، يعني هنا يعني يبدو لي أنا ويبدو للكثيرين ربما أن دور الدستور والوعي بالدستور هما الفريضتان الغائبتان في المشهد السوداني بكله، بجيشه وبأجهزته الأمنية وبقواه السياسية. يعني أنا أتحدث هنا عن دولة القانون و وظائف مؤسسات الدولة ووعي هذه المؤسسات بوظائفها. يعني ما رأيك في الغياب الكامل للدستور والوعي به؟ يعني أنا لا أتحدث هنا عن دستور حبر على ورق، وإنما الإيمان بدولة القانون والإيمان بالدستور واعتباره يعني وثيقة عليا لا يمكن التلاعب بها أو يعني استخدامها ضد الخصم أو ما إلى ذلك. ما رأيك خالد؟ بكل بساطة أقول لك يعني، وبالرجوع إلى ما سبق من حديث الآن من سعادة اللواء له التحية، يعني قضية لا يمكن إلقاء اللوم على من يحمل السلاح في السودان، لأن الناس لا يشعرون أنهم ممثلون في سلطة المركز، أن قضاياهم لا تجد الحق الكافي في 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 النقاش، لا تجد الحق الكافي في الإجازة، في التنفيذ داخل هذا مركز السلطة، هذا أيا كانت سلطة مركزية قابضة أو سلطة فيدرالية أو
غيرها. هذا هو الذي يدفع الناس إلى حمل السلاح. صحيح هنالك أسباب أخرى متعددة، منها الطمع في السلطة نفسه، الطمع في الوصول إلى هذه السلطة الهشة. إذا كان يسهل الوصول إليها بدبابة من الخرطوم، فلماذا لا أصل أنا بدبابة من الأطراف وأستلم السلطة نفسها؟ وبشر كثيرون بسبب ثورة الأطراف المسلحة التي تجتاح الخرطوم وتستولي على السلطة الهشة فيها. السؤال هنا عن الدستور، إنه هذا الدستور إذا لم نبنيه فقرة فقرة، شارك فيه الناس وكتبوا مصالحهم التي يريدون حمايتها وحقوقهم التي يريدون حمايتها في هذا الدستور. يعني بعض الناس الآن لم يكتفي بحمل السلاح وينادي ب يعني مبادئ فوق الدستور حتى يضمن حقوقه التي يعني هو مقتنع يقينا أن الآخرين لن يحترموها، ويريدها أن تأتي بفوق الدستور. وطبعا فوق مبادئ فوق الدستورية مثلها مثل حمل السلاح، أي فرض الرأي بوسيلة أخرى غير سلمية، لأنه أنت ما عندك أكسس مباشر إلى هذه السلطة تجد فيه نفسك وتعبر فيه عن حقوقك بسلم وأمان. هذا الدستور ينبع احترامه عندما يعبر عني، يعبر عن حقوقي، يضمنها لي، يضمن مصالحي، أضمن أنه لن يؤدي إلى يعني أي شخص لن يستطيع من خلال هذا الدستور أن يأكل حقي ومصالحي، أو أن يحكمني دون رغبتي، أو أن يستنى قانون يقيد به حريتي وحقوقي. لذلك إذا لم أشارك في صناعته، وإذا لم تجلس قوانا السودانية يمينا ويسارا، وحقيقة هم يختلفون حول مسائل، يعني أنا لا أريد أن أقلل منهم، كلهم بالنسبة لي وطنيون، أنا لا أقلل من أي قوة سودانية مدنية تعمل بصورة بدنية وهذا تمارس حقها في السياسي، لكن هذا هو مشهدنا. مشهدنا الآن إنه الأمور التافهة هي التي تتصدر المشهد والنقاش، والأمور الأساسية التي يمكن أن تضمن مستقبلنا وتجعلنا جميعا نعيش مع بعضنا البعض وتفتح قنوات الحوار بيني وبينك. يعني عندما يخرج تتدحرج إلى الوراء مسؤولين إلى الإعلام، نعم يعني إذا قابلتهم كأشخاص يعني السودانيون لطيفون جدا، يعني من الصعب على أحد أن يقابل سودانيين ويعيش بينهم ثم يسمع حكاوي الحرب التي تدور في السودان، أو حكاوي حتى الصراع السياسي الذي يدور بينهم والذي هو صراع صفري، إما أنا أو أنت، لا يمكن أن نكون في السلطة معك، بالرغم أن هذه السلطة يمكن أن تضم كل السودانيين يمينا ويسارا من مختلف الأحزاب مختلف الجماعات، وأن ينفذوا برنامج وطني واحد، وأن يجد كل واحد منهم نفسه في هذا البرنامج. هم يعني بالنسبة لهم إدانة الآخر أسهل من الحوار معه ونقله من خانة التي يراها البعض ضد الديمقراطية، أنانية، أيديولوجية مخالفة، غير وطنية، بها عمالة من الخارج. من الأسهل لي أن أضع هذه العناوين وألصقها بالآخر من أن أجلس معه وأضمه أنا وهو ننتقل إلى خانة نعمل معا من أجل الوطن. هذا الأمر قاس جدا على نخبنا السودانية في هذه الأيام، ولا أحد يريد أن يتحمل هذه الكلفة، لأن كلفة الاتجاه نحو الآخر يعني لها تبعات ولها ثمن، والكثير منا لا يريدون أن يدفعوا هذا الثمن. لذلك تظهر هذه الحجج: إصلاح الأمني والعسكري، الإصلاح الأمني والعسكري. لو سألتهم ما المقصود بالإصلاح والأمني والعسكري لن تجد رأيا أو قولا واحدا. طيب دكتور هنا لابد أن أسألك، يعني دعني أسألك من الجيش. دكتور، بعد ذلك
ليس دكتور وأنت أستاذ وعسكري في السودان وأنت أستاذ الدراسات الاستراتيجية والأمنية دكتور ولك خبرة في هذا المجال. يعني الآن لا شك يعني البعض يقول إن مشاركة الجيش في السلطة طوال 30 عاما وقبل ذلك 16 عاما في عهد نميري هي يعني تمثل ثغرة في الأمن القومي، وكذلك وجود العشرات من الحركات المسلحة والميليشيات والتكوينات العسكرية وشبه العسكرية حاليا وفي السنوات السابقة في السودان، هذه أيضا ثغرة كبيرة في جدار الأمن القومي وتهديد لمستقبل السودان. السؤال باختصار دكتور أسامة، كيف ترى علميا الطريق نحو جيش واحد مهني قومي يرى فيه كل السودانيين يعني صورتهم وانعكاسهم فيه إلى حد كبير، ويكون السودانيون راضين تماما الرضا عنه وعن درجة تأهيله وتقدمه، بحيث يصبح أحد أقوى الجيوش؟ تمام، دعني أقول يا خالد، يبدأ الأمر بأن نحدد أنه ما من أحد في السودان، لا الجيش السوداني ولا القوى المدنية، لها الحق في تسلم السلطة بصورة شرعية إلا عبر تفويض شعبي تكون شروطه كلها متفق عليها، ليس فيها من وصايا، بحيث إنه يقوم المواطن السوداني بكامل عقله وحريته باختيار من يمثلونه ويفوضهم للسلطة كافة الشروط اللازمة لتحقق هذا. هذا هو الطريق الوحيد لتولي السلطة في السودان بصورة شرعية. هذا لا ينفي أن هنالك طرق غير شرعية كثيرة جدا، واحدة منها أنه أن نجد الجيش في موضع السلطة. لا يمكن أن نقول أنه ضعوا السلاح وارجع إلى الثكنات فورا، لأنه هذا يخلق فراغ في البلد، فراغ في السلطة، ويؤدي إلى الفوضى. لكن يجب أن نسمي هذه السلطة باسمها، هذه سلطة أمر واقع ليس لها الحق في الحكم ولا الحق في السلطة ولا الحق في تفويض السلطة إلى كائن مدني أو عسكري أو غيرهما. يعني يجب أن نسميها باسمها، هي سلطة أمر واقع. طيب، قضايا الإصلاح الأمني والعسكري دائما تكون في شكل ترتيبات أمنية، لا تحدث خلال عام أو عامين، وإنما تحتاج إلى فترة أكبر. أنا مع أن يجلس السودانيين ويتكلموا عن هذه المسائل بصراحة تامة، صراحة تامة. إذا كان هنالك وجود حزبي أيديولوجي داخل الجيش يجب أن نشير إليه بوضوح ونقول إنه هذا وجود الحزبي الأيديولوجي يجب أن ينتهي، لكن ضمن ترتيبات أمنية تحفظ القوات المسلحة من الانهيار ومن التفكك، ضمن ترتيبات أمنية ليست قصيرة المدى بأي حال من الأحوال. بالنسبة للميليشيات، الأمر في الميليشيات، الميليشيات ليست بدعة سودانية، الميليشيات موجودة وتقاتل مع الجيش، مع الجيوش في العالم، وقد تنشأ الحوجة لها لعدة أسباب، منها أن يكون هنالك مكون قبلي ضعيف في منطقة يسيطر عليها متمرد من جهة أخرى ويريد أن يقضي عليهم، فتنشأ ميليشيات لحماية المواطنين ومساعدة الجيش، منها حاجز اللغة، منها حاجز الجغرافيا باعتبار أن الجيش السوداني مثلا في حرب الجنوب كان منتشر في مواجهة غابية يقاتل داخل الغابات، وفجأة تحول للقتال إلى الصحراء بعد التمرد في دارفور، أو قد يكون خارج الحدود أيضا مختلف. في هذه الحالة يحتاج الجيش إلى من يسنده، وهذه أمر طبيعي. لكن الفيصل فيها، وهذا أمر يعلمه الجيش، أنه الفيصل فيها وحدة القيادة والسيطرة، إنه أي جيش في أي دولة في العالم يفقد وحدة القيادة والسيطرة هنا نتحول إلى تعدد الجيوش. في الحالة التي يكون فيها الجيش يمتلك
وحدة القيادة والسيطرة، نحن نتحدث عن تعدد القوات تحت إمرة القوات المسلحة وسيطرتها الواحدة. لكن إذا خرجت جيوش من القوات المسلحة وأصبحت خارج وحدة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة، نصل إلى مسألة تعدد الجيوش، وهذا خطر على الأمن الوطني للدولة، ويجب حله بشكل سريع جدا قبل أن يتفاقم. ونحن عندنا مثال واضح الآن، أصبح عندنا جيشين في السودان، والمشكلة إنه لم نحل قضايا الوصول إلى السلطة. يعني هذه الحرب قامت بسببين. السبب الأول إنه لم نحل قضايا الوصول إلى السلطة، ومنحنا الجيش حق منح السلطة للآخرين عبر الشراكة معه، عبر الاتفاق معه، عبر أن تدخل قوى سياسية أيديولوجية وتقلب النظام. هذه كلها جعلت من الجيش مانح للسلطة. والشيء الثاني إنه تعددت الجيوش في الدولة السودانية، بإنه وحدة القيادة والسيطرة أصبحت مشكوك في أنها واحدة، أصبح هنالك عندنا وحدتين للقيادة والسيطرة. إذا كان الجيش قادر على منح السلطة، فلماذا لا يمنحها الدعم السريع، وهو أصبح قوة ضاربة قوية تملك كل هذا العتاد وهذه القوة الاقتصادية والعسكرية في السودان. فهذا هو الذي فجر الحرب عندنا. دكتور أسامة عيدروس، إذا حللنا قضايا الوصول أستاذ الدراسات الاستراتيجية والأمنية من الدوحة، للأسف يعني وقت البرنامج انتهى. دكتور أسامة، شاكر جزيل الشكر لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. تحياتي خالد، وأذن عندنا أذان للإفطار كذلك. إفطارا شهيا وصياما مقبولا، وكذلك شكري الجزيل للواء متقاعد كمال إسماعيل من القاهرة، رئيس حزب التحالف الوطني السوداني، أيضا إفطارا شهيا وصياما مقبولا سعادة اللواء. وشاكر جزيل الشكر لمشاركتنا في هذه الحلقة، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في ذات التوقيت الرابع عصرا بتوقيت السودان في الغد إن شاء الله. صياما شهيا، صياما مقبولا، وإفطارا شهيا لكم جميعا، ونلتقي في الغد إن شاء الله.